عجيبة جات البرنامج عندي ما نقول لك. والله يصير بين الأخوة، يصير بين الأصحاب، يصير بين الناس، بين البراينية. أما عقوق معناتها ولد يضرب أمه بعد ما عملت معه المليح، بعد ما حايلت، بعد ما قسمتش بالعدل، بعد ما ويزيد يتحيل عليها ويبعث مرته تضربها. الحكاية بصراحة يبدو السبب، أنا مش مقتنع برشا بالسبب اللي قالته. ما هوش قضايا العقوق مش أول مرة نسمعوا بها، تصير ديما موجودة، أما الأسباب تبدو غير واضحة. ذاك علاش ديما الطرف الثاني مهم في برنامج عندي ما قلت لك، لأنه نجم يعطينا وجهة النظر وما نجمش نقول الصحيحة 100%، لكن وجهة النظر المعقولة اللي ربما تعدل الكفة اللحظة الحاسمة. مع زميلة ريهام بن علي. ريهام مساء الخير. مرحبا بك علي. الليلة قاعد بجنبي سي علي. مرحبا يا علي. منين جيتنا علي؟ والله جيت من جربة. بنيتي جربة؟ بعيدة جربة. بعيدة تعبنا شوية. هكا هاو ربي معك. فرحوا بك جماعة الفريتيل ولا قاموا بالواجب؟ لا بارك الله فيك. قول لي تبع في البرنامج أنت ولا؟ والله ديما الأكثرية. تخيلش روحك نهار لن؟ لا جملة. باش تعمل في حياتك علي؟ خرداجي نبيع في البراية كي خدمتي. شنو؟ خرداجي. خرداجي اش معناها تبيع الخردة؟ اللي يبيعوا الخردة يقولوا له خرداجي. اي خرداجي. وماشي وانا خردة زاد حتى انا مكمل. لا لا بحضورك. مرحبا بك يا سي علي. البوم طاح. تيمي سيد تخير مادام الروح حية والقلب حي ما فما كان خير. باهي عندكش فكرة شكون استدعاك الليلة جابك وحدين؟ والله مانيش عارف. عندك شكوك هكا؟ لا لا لا. باهي خليك تعبت بعد علي وغادي تشوف شكون جابك. تفضل علي. مرحبا بك سي علي. سامحنا تعبناك جبناك من جربة. يرحم والديك الله يبارك. المهم المهم في الروتين ارتحت شوية وصفا. الحمد لله ربي يبارك فيك. يرحم والديك يرحم أمك. مازلت خدمة الخرداجي التو؟ التو التو التو. تبيع كل شيء؟ نخرب كل اللي لقاها بالسوق نشريها نصلحها ونبيعها. نصلحها ونبيعها. فما ناس تشري بالطبيعة ويشريوها بالطبيعة. أنا أمس في بن قردان ومن بن قردان من زرزيس روحت للدار الجربة ومن جربة الفجر 3 نتاع الصباح نمشي لبن قردان. تام صوارة خير ولا قاعد كورونا والدنيا ما زالوا كشبابك العربي القدم مازال برمقلي وكل موجود موجودين موجود كل يتباعوا موجود في جربة وفيها مصوار فيها شوية الهدي لقى تام خير ولا قاعد مدام واحد ركبته صحيح يدبر راسه هاي بي هاش مش نعمل وي تيك الصحة من عايشة صغيرة. عندك صغيرات؟ عندي المرة الأولى عندي منها ثلاثة. ثلاثة صغيرات ما شاء الله. ثلاثة الثلاثة عرس. الثلاثة معرسين. أي ما شاء الله. والمرة الثانية عندي منها زوج. ما شاء الله ربي يفضلهم. البنية الكبيرة والله عندها هذه خلتها في الدار جتني تطل عليها رجلها مشى لفرنسا. إي. جت تطل عليها زيد مرضت لي. باش؟ زيد مرضت. بيش؟ مرضت. مرضت ربي يشفي. من الحبس مفصل. لا ربي يشفي. ربي مش مرضى كله لا يبعدوا علينا ان شاء الله ولا مجتمع تونسي. انت لاباس؟ لاباس الحمد لله. قديش عمرك؟ عمري 62 شويه يزيد. تبارك الله شد روحك سالي. انا مازلت ب 62 ومازالوا يجروا في جرتي طابعين فيا ويجروا ويعملوا لي مشاكل. يجروا في جرتك؟ ياسر. نساء؟ ياسر. لا 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 نساء شني. لا قلت يجروا في جرتي. قلت يجروا في جرتي. فما ناس تجري في جرتي اهلي اقرب الناس لي. كي واحد يقول ربي يهدي ربي يهدي ربي يهدي. ربي يهدي. كانت الدويره عندي في القروان باتها هاي ومشيت لجربه نعم مشيت لصباغ سلام في قهوه تعرفت على واحد قال لي عندي طرف وطاف في جربه يمشي خذ شريت شريت وبديت بالطريف عامل كيتون وبالسوي بالسوي. اي الحمد لله لاباس. وعملت الدويره وعلى ربي وليدي هذاك هو سي علي. ما عندكش فكره شكون اللي استدعاك الليله في برنامج عندي؟ لا لا ما عندكش فكره باش نقدم لك بعض المؤشرات لعل وعسى يقربوا لك ويقولوا لك شكون اللي استدعاك الليله في برنامج عندي. ما نقول لك الى المؤشر رقم واحد طب. بارك الله. اعمل الخير وانساه واعمل الشر وتذكره. معقول؟ اعمل الخير وانساه واعمل الشر وتذكروا. نعمل كم في الخير؟ ما نعملوش الشر. تعمل الشر بكل في حياتي؟ ما نعملش الشر. ما تقوليش ما تقوليش ما غلطتش في حق حد. لا 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 ما نغلطش. كل بشر خطاء.
كلنا خطأ. ما نغلطش ما نغلطش، أنا كبير في العائلة حتى واحد ما وصل من الخطأ. فوق 62 عام. أي. كبرتهم وزدت عليهم ما نختم نعمل، عشت في صباغ صار 40 سنة. واضح. نمشي للمؤشر رقم 2. طب. إذا غاب عليك أصله انظر أفعاله. إذا غاب عليك أصله. ما عرفتش. أخذ الرفع. ما عرفتش. إذا غاب عليك أصله أخزر لفعاله. ولد الأصل ما يعمل كان البهي، وقليل الأصل ما يعمل كان الخايب. ما أقول. المؤشر الأخير رقم 3. طب. بيت مظلوم وما تبيتش ظل. بيت مظلوم وما تبيتش شقال. تبيتش ندم وما تبيتش ندم. ما عرفتش. الندم وقعه أكثر من الظلم. بيت ندم ديما تأليب الضمير. ما عرفتش. لا ما عرفتش. شوف معايا شكون اللي استدعاك الليلة في برنامج عندي. نشوف. ما نقول لك. نشوف. عرفت. أكيد. عرفت. أكيد. اللي قريته لقيته. مالاش فيك ما قلتليش. سخبنت برشا حوايج أخرين. قلتنا المرة الأولى شاكياش بيا. قلت فهمتني لا عندي خويا بالك الشاكي بيا. عرفت تو. باهي أنا باش نحكي لك الحكاية كتالي هي. فضل. وقل لي شنو الصحيح فيها وشنو الغلط، أما اسمعني ومن بعد جاوبني. لا. الوالدة تبارك الله جابت 14. لا مش 14. أما الأخوة غلطين في الحساب. عندنا كبير الناس 63 سنة نعرفهم يعرفوا. استنيني. 14 ماتوا أربعة قعدوا 10. لا لا مش صحيح. بربي أمك قداش جابت الحاج؟ مش صحيح. شنو ما جابتش؟ 11 جابت. 11. أنا قلت لك قعدوا 10 كزدت واحد أنت. جابت 11. حسبي الله ونعم الوكيل. لحظة يا مدام نجيبة ما تتكلم إلا ما نعطيك الإشارة. شنو اللي قلناه على تو هي تبكي ساعة؟ واش بيها تقول كله كذب؟ استنى. شنو الكذب؟ أنا 63 عام أنا جايبها. أنا يا سعلي. بنتي راك. يا علي. يا نار يا نار واحد. سعلي. اسمعني. عايش خويا عايش كسعلي. قعدوا 10. إيه. الحاج عنده شوية ورث. إيه. عنده 7 ولا 8 هكتار. تبارك الله في سبعة هكتار. الله يرحمه. سبعة. تي 7 ولا 8 يا حاجي. كنا شايفين في العداد الليلة تو احنا. باهي باهي. 7 8 10 تي مش اللي صار. اي عنده شوية ورث متوسط الراجل ما قراش الأولاد والبنات. واضح. برشا. الظروف كانت متوسطة. اي توفى الحاج الله يرحمه وينعمه. قعد الورث. ما قسمش بالحياة. دونك كتب الورثة لكل الحاجة لأمك والأم. هي اللي من بعد قسمت. الأم المفروض تقسم بالقانون. ده هكا ولا؟ واضح. القانون اللي مش بشرط تنضبط له راهو خاطر هي اللي وارثة. نجم تقسم بالعدل ولا مش بالعدل. يبدو لي الحاجة حايلت. مثلا. مع الأولاد على البنات. ده وهذا يا ماك تعرف. النساء عندهم رجالهم. وأنتم الأولاد عندكم نساكم. الورث ماهوش للأولاد وللبنات. أيه؟ الورث للفروع. فهمتك. كي تدخل فيها حكاية نساء وحكاية كذا تولي حسبة. وهذا صاير في العائلة كرة. أيه؟ لكن أختك. أيه؟ تقول أنك أنت معناتها تحيلت عليهم. كيفاش؟ تحيلت على والدتك ساعة في الورث أولا. باهي. وثانيا كنت تتعامل فيها في معاملة سيئة وقداش من مرة تضربها. تعطي طريحة لأمك وش كانت بيك. ومؤخرا تحيلت عليها. المرأة عاملة تاكسيدون سقيها ما عادش تقدر المرأة، عملت لها توكيل قلت لها باش نجيب لك فلوس باش نجيب لك الكوش وكذا ودرا شنو ودرا شنو. يا اخي طلع التوكيل هذاك لاسيرونس باش كي يجيو لاسيرونس تقبض الفليسات. ومرتك زادة شدت امك عطاتها طريحة. انا راني ما صدقتش. باه. ما صدقت. قلت لها من غير سبب ما صدقتش. باه. الام ملوح. تبارك الله عليك انت يا راجل عمرك 68 سنة. تخدم. قول أمك في الكراية تعيش يا سيدي معقول. لا. أما أمك ما تلقاش حق كوش وإلا حق مكلتها أو شرابها وعمرها 84 سنة. نورمال مون راهي بحذاك كنت الكبير يا أستاذ علي. كان تعدي في الدار. الكلام هذا لا خليني من كان تعدي. رجع لي من الكلام هذا يا أستاذ علي صحيح ولا غلط؟ غلط كل غلط. قول لي ضربتهم ولا ضربتهم؟ كيفاش نضربهم؟ يا معقول هذا؟
حسبي الله ونعم الوكيل. هذا اختها اختها وولد اختها والتليفون عندك واطلب. كنظلم العديد هذا. مال علاش عبد يتبلى على عبد يقول له هكاك دبر فما برشا حوايج ما نجاوبك عليها انا الساعه. هاي مال احكي لي. هاي سيدي السبع قطارات بالضبط. هذا الرزق كاتبه لي بويا الله يرحمه كل لك الحجه فيها سبع قطارات و420 سنتيار. كاتب به يا سيدي عشان شوف عندك كيف اسمعني انت هنا الرزق هذا رزق ابوك ورزق اخواتك. كاتب بوي باسمي. باهي كي كتب لك بالحياه وصاك شي يزد عليه ترفق باخواتك وتقسم لهم ولا يا بالشرع يا بالقانون. الزوز كيف كيف هما الشرع والقانون كيف كيف. انت ايش اخترت؟ امي انا دارت بابا الله يرحمه قالت له قول لعلي يكتب لي ست دايرات. لا استناني عادي يا سيدي علي يا سيدي علي يا سيدي علي يكتبهم لي. سيدي علي سيدي علي بوك اكتب لك سي اكتب لي سي اي انت لهنا اش قررت؟ قررت قالت لي امي ما نرضاش عليك دنيا واخره لحقتني للبلاد. كان ما تكتبليش اذا ما تكتبليش يا محمد على بابا. قالت له قول له يكتب لي وبدت تبكي. اكتب وهذيك شدت لها ست قطارات. كتبت لهم كتبت لهم ست قطارات وين؟ متاعي هكا. قسمت لروحك قطاري. سامحني لحظه يا عيش كاسي على ومعقول قسمت القطار من سبعه؟ معقول استنى نقول لك هي باي نحسبوها طايره. لا لا معاك ما نحسبوش طبعا. السبع قطارات يتقسموا على اربع اولاد وسته بنات قداش ياخذوا؟ يفهمك قداش ياخذوا قداش؟ يفهم الذري كل واحد قطار ما نحسبش ما نحسبش والبنات نص قطار ما نحسبش. احسبها مع احسبها مع الطاير سجل عليا سي كوريكت اللي يقول تري كوريكت قسموا كل حد خذ نتاعهم شعرهم. به الام خذت بقلبقي اش عملت الام؟ الام اي أول بيع أنا موجود بسباقس بعت ب 27 مليون قطع أربعة لولد عمي بما غير لا نعلم أنا. فلوسها وين؟ فلوس عطتها من خويا الصغير. حر. وليت لك لما نكلم فيك فيه. حر. يرحم أميمتك. ماذا بك تتبعني في الموضوع. أنا معاك. ونهز خويا معايا وتهز الصحفية معايا ونسأل الناس وتشوف بالقرا. معاك. 27 مليون خذها من طفل صغير. باه علاش؟ باه. هم عطتهم ونسالها حرة برزقها. قولوا خذها بايت. باه. البنات. يصح لهم كل واحده نص هكتار. اش عملوا؟ باعوا الوطن كل فوق ال 100 مليون واعطوه كل طفله 5 ملايين 5 ملايين والتليفون عندك. شكون اللي باع؟ ها؟ شكون اللي باع؟ امهم باعت. باعت الولد عمي. هي اللي عطت. هي اللي عطت وقسموا حاضر. يعني انت ما عندك. اسالها قول له اسمه حاضر هو. يعني انت لا تحيلت على رسالتك. بوك اسالها قول له اسمه حاضر كي باعت البيعه الاولى عليك وكي باعت البيعه الثانيه اسمه حاضر. هاي هذاك دونك الام ما قسمتش بالعدل. ما قسمتش بالعدل. فوالا انت خطيك يا ودي خطيني. واضح هذا واضح. تفضل هاي الهزه عندك. واضح واضح. كل حد قطار ذري. باهي كل حد قطار. حكايه العقوق انت تضرب في امك ومرتك تضرب امي. منين نعرف ماذا ما سمعوا الحديث هذا؟ ما علاش قال الحديث هذا؟ هكاك كذب منه حتى. علاش قال؟ ها؟ تصرف. نضرب امي. تصرف عليها امي. ثم صحفيه تمشي معي نطلع نضرب امي. انا ما عرفت نطلع من الحبس بقيت عمري. ما علاش كله كذب ما علاش تقول علاش شنو الهدف؟ يا سيدي تعرف كيفاش؟ امي شاكيه بيا انا 27 قضيه خسرتني ب 13 مليون. فاش شاكيه؟ اتحايل علينا في الملك. اتحايل علينا في الملك كل قضيه تشكيها تتحفظ تمدها للرئيس. لانه عندي وضع استنى استنى تمدها للرئيس تقول له السيد الرئيس هم يحرصوا فيها صغار. لا 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 شوف يقول لها بالنسبه لنا الوثائق واضحه ما تحايلت على حتى واحد خذيت بايتك وامك من بعد قسمت وكذا. قول لي اسم حاضر بالقسم استنى قول لي اسم حاضر متفاهمين. ام ايش يوصل امك باش تشكي بيك؟ بحرصوا بها كيف على خاطر انا نخدم في هالخرده في هالدنيا هذيا. واو نوكل ذريه ونكسي ذريه ونرقل اموري والكهرباء موجوده. ما زاد على سمعني وولدي الاخر ناخذ له كهرباء ونخدم. ما زاد اسمعني تكسي وليداتك وتكسي عائلتك حر. اما ميمتك زاده هي اللي كتب من ربي تعطيهولها. سامحني نقول لك حاجه. شنو اللي كتب؟ شنو اللي كتب؟ المراه محتاجه كوش ياغورت حليب. سامحني في الكلمة. اي ما تخدمش والله كلامك زين. واحد يجبد 100 دينار في الشهر يرميها رميان كان كل واحد يمد 100 المرأة تو تلقى مليون. سي علاء عارفها عرفت كيف فاتتك حاجة أنت توا؟ سامحني عايش خويا عارفها بالرجل. أنت جابتني كان أنا يا ولا شنو؟ أه؟ جابتني كان أنا بركة. أنت قوم بواجبك وش يهمك في الآخرين. والأربعة والثلاثة أولاد آخرين. قوم بواجبك وش يهمك في الآخرين. أنا نجيبك تواصل اللي ماخذة مني 1000 دينار. 1000 دينار بعد ما شكي بيا ماخذه امي 1000 دينار. تحب تزيدك حاجه اخرى؟ ما تحسبش خليني نحسب لك عدن. عيالي هما هنا
قول لها وين كانت هي امي النهارات؟ وين كانت؟ مشيت اخذت لها كروسه. يعطيك الصحه. ركبتها فيها نهار عملت بها تحويسه وقالت لي لا نعم انا ركبتش فيها كروسه هذه. باهي واضح. لا سبينا مكسوره. نجيب اختك استدعتك لينا في برنامج عندي ما نقول. ايوه. هيا لنا من قبيله وانت تتكرم وحدك وحدك. كم شيء يا سياره. حسبي الله اخوك بحذاك. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. حسبي الله ونعم الوكيل. يا ربي ظهر الحق في الحياه قبل الميت. يا ربي يا جلم من الجيران والناس اللي كانوا مجاورين يحكوا الحقيقه. يا ربي ظهر الحق. يا ربي حسبي الله ونعم الوكيل. امك علاش هزيتها لي انت؟ علاش هزيتها؟ قعدت عندك 12 يوم بعد ما خذيت هزيت عملت لها التوكيل وبعد طيشتها لي تحت الزيتون جبتها بجريتك نلقاها بوسخها بخماجها. وها عندي التوكيل من عند امك. انت خذيت توكيل عملت توكيل. المحاميه هو تليفونها تو ما زلت. لا المحاميه تقول شايل الوثائق موجود. ايه انت كنت تحايل على امك ومش تمشي مرة. ليش حايلت عليها؟ هذه امك راه. خذيت من حاجه. امك ثم امك ثم امك. هي خذيت من امك محتاجه امك مطيشه امك مهدده بالخروج من الدار كاريه. هي مطلوبه جيعانه في كرشه. يكلمني انا خليني اسمعك. حسبي الله ونعم الوكيل يا رب. مطلوب مني. مش تهرب منه هالكذب اللي تجيب فيه هذا. وعندك وعدني الشهاد يعرفوك تضرب في امك. فك عملت اخذت التوكيل من امك باش فكيت لها ترابها باش اختك الكبيره من مرت باي باش ما تاخذش. بعد رجعوا طاهر وروضه بالقوه وامك خافت على روحها تبوسلك في رجليك وقالت لك رجع لي ترابي راه ولد طاهر مش يقتلني. رجعت لها ترابها ولا؟ رجعت لها ترابها بالقوه. ايش مطلوب منك؟ وما رجعت لها ترابها لما فرضت على بابا الله يرحمه فرضت عليها ان هي تكتب لك قطارك قبل ما ترجع لها 6 قطارات. هذه الحقيقه. علاش تخبي في الحقيقه؟ هي انا خذيتها انت خذيتها بالقوه. انت خذيتها بالقوه صح وبالشفاء. شنو انت راضي عليك زعما باباك وامك؟ ما خذيتها بالقوه بايك مريض قال لك لا سمحنا ولا غفران خذيتها بالقوه ما خذيتهاش برضاه. شنو بالقوه؟ ما خذيتهاش برضاه كيما اخواتك الاخرين. كان كيما بايك باش خذيت باش خذوا الاخرين. على الاقل الاخرين كيخذوا. على الاقل كيخذوا. كيما بايك باش خذيت. لا انت خذيت في حياه بابا اما بالسيف عليك. وقت اللي رجعت التراب كي هددك طاهر وقال لك راني كان ما ترجعش تراب امه انا قلت لك وهو عندي الالتزامات وعندي الاوراق وهو الاوراق الاخرى البر. هذا كله علاش تكذب؟ تو راجل كبير كما كان في بلاصتك نحشم والله نحشم قسما بالله نحشم على روح كل كلمه يقيدها لك ربي سبحانه على كرائمه. علاش تكذب على راسك؟ ما بعثتيليش قلت لي شوف خويا كبير. قول الحقيقه اسمعني اسمعني. اسمعني الحقيقه خذيت قول الحقيقه قول الحقيقه. انت خذيت رزقك بالقوه. خذيته بالقوه بالتحايل. تحب نعطيه لك؟ لا لا ما نعطيه لك. الناس الكل تعرف جينا جيراننا يعرفوا. نجيب لا تخلي نعمسي عليه. نعمسي عليه. اسمعوني زوز ما يقص علي احد. يا نجيبها بالهداء. ما نبداوش نتكلموا كلام نحكي في الحقيقة يا سي علاء. ما زلت نتكلم سامح. أنت احكي الحقيقة أنا هاي الحقيقة قدامي في الأوراق. استغفر الله السيد هذا خوك الكبير تعدى عليك يا مدام كلا لك حقك. أنا ما نحبش الكذب عمري ما حبيت. يا مدام نشوف فيك سؤال لحظة. شوف على ريت شايب علي خوك اللي هو في مقام بوك كيف يا نجم نتكلم؟ أكلا لك رزقك وخذا لك بايتك وإلا لا؟ اسمعني اسمعني ما خذاش ليا. ايوه لا لا سامحني لا ما خذاش ليا ما خذاش ليا ما نكذبش ما نكذبش يا علاء. السؤال الثاني لا السؤال الثاني السيد هذا علي اللي هو في مقام بوك اجبر امك بالسيف على توكيل باش تكتب له الرزق الكل. اسمعني وراسك يا علاء وراس ولدي نال غالي وربي محمد اللي إيه ربي يوم القيامة. قل لي باهي سامحني سي علاء سامح ريتك يا جا مش ما جاوبتنيش على السؤال ايه والا لا. شنو سي علاء؟ ما سمعتنيش مخك ماكش معايا. حسبي الله ونعم الوكيل. السؤال اللي قلته لك يا مدام ما هو السيد هذا ما فكلكش رزقك وما تعداش عليك. صحيح تتعدى على امه وبابا. وامك هي اللي كتبت له الرزق باسمه والا لا؟ مش هي امي كتبت له. بويا كتب لي رزق كل باسمه. ومن بعد قال لي ترجع ما تكذبش ليك ما تكذبش قول لحقيقة. لحظة عادي اسمع. يا مدام. نعم سي علاء. السيد ما اجبرش بوك باش يقول لامك معناتها باش اخوك الكبير يرجع لها الرزق. امك هي اللي خذت الرزق وهي اللي قسمت وحايلت. يا سي علاء خوك علي ولا ام؟ جاوبني. قولها اسمك ما لحظه 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 كامل الساعه استنى خوك علي ولا امك اللي قسم؟ امي اللي قسمت. ام السيد هذا امك قسمت كيفاش يا سي علاء؟ اي باه هو كريتك يرجع 7 قطارات
الا ما خويا هذاي اللي في ليبيا ستة قطارات الا قال له ترجع ولا راني نقلت لك انت وعائلتك خافش هذا شنو يقتل يا مدام يا مدام يا سي علاء سي علاء مو بكري مسيطر عليهم خاطر هما كبار يا سي علاء ومساكين ما عندهمش شكون يدافع عليهم يا سي علاء في الاخر امك هي اللي قسمت باهي مش مشكل باهي نقولوا نحن باهي انت جيت قلت نبداو بشوي بشوي خويا الكبير شد قداش من مره عطاه طريحه لهم يضرب فيها سي علاء انا علاش يكرهني سي علاء يكرهني على خاطر ديما نتصدى له في امه وبابا يكرهني على خاطر ديما جايه في الوسط يزد علي جيتك بجنب الله حسبي الله ونعم الوكيل مدام توا السؤال الموجه لي جيتك بجنب الله ربي فوق مني مدام جيتك بجنب الله امك ضربتها وعطيتها طريحه ولا قسم الرحمن انك نلحق بوي في قبره لو حطيت عليها يدي ازدي قول اعطيني التسجيل قول قول تقول امي يا 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 نوم يا لا خليني من التسجيل انت مش تسمع التسجيل نسمع منك تو تشوف انا هذاك انا هذاك اذا تلقى الكلام هذا سي علاء معايا صحفي ومش نواصل نار من ورد اخرى ومش نلمهم العائله كامله ونشوف الكلام والكذب الساعه لو كان جات متربي اخوها كبير عرض الله تقول يكذب شنو الكذب اللي عندي؟ خذيت لك انا وتاك ما خذيت لك صوتاك انت من نبك يصير ب 36 مليون 36 مليون يا سي علاء تو قداش خذتها هي؟ 5 ملايين والبنيه الاخرى خذت 5 ملايين مش نلمهم لك البنيه الكل كل واحده 5 ملايين تعرف اللي غايبني شنو هو؟ انا نكلمك كله كذب ما منه حد شيء تعرف اللي غايبني مدام ما عطيتكش الاذن باش تتكلم الراجل قال لك ما تكلمش خليني نسكر بعد تو نقول لك استني انا جاي لحظه علي مدام ما عطيتكش الاذن باش تتكلم ولا باش تجاوب شوف زد علي انا اللي غايبني في الحكايه الكل ايوه وانت الخو الكبير تو تودينا هذوكم خوتك البنات نحكيو على 5 وعلى 35 مليون وعلى ام وعلى كوش وعلى حليب وعلى ياغورت وانتم 10 اخوه باه لحظه جيتك وام عايشه في الكراء نسالك سؤال علاش كان اختك هذه اللي جابتك اليوم ايه؟ مش خويتك الاخرين ايوه جو المهم لك الكل لا تسكر خليك واحد لا علاش هي بركه جات هذيك الكذبه تجيب فيها سكاير باهي قول لها اسمك تعرف شي اخوك ما تبعثيلوش علي نبعث لك استنى ساعه جاوب قول لها جاوبني قول لها انت مش نقول لك علاش جيتك النهار للدار ما كلمنيش وقت ما نعرفوش راسي على راه حتى ما نعرفوش كي دخلت امي هذه قالت لي جيبها لي يا مدام لحظه قالت لي جيب لي امي علي لحظه لا تعرف علاش ما استنى ما نستدعكش الساعه لا هو ما استدعى انت علاش انت ما استدعنيش انا نكلمك انت علي انت بابا الله يرحمه احنا ما نفوتوش بابا بكري ما نفوتوش امي انا بابا انت بابا وكان جيت بابا ساعه ما راك لميتنا وراك توقف معانا وراك واقف مع امك ومع اخواتك وراك اللي يغلى تتصلحوا واللي يتعارك هو مرته تصلحوا واللي يبعد على مرته تصلحوا هذا صحيح يعني هكا ولا راك انت هو الكل علاش هما بعدوا عليك علاش بعدوا عليك تو كان جيت تتعاشر مرتك الاولانيه ما تهججهاش وتطلقها هتغسلك في رجليك امور حياته الخاصه يا مدام امورك حاجه ما تخصنيش ما تجبدش امورك مدام خلوضتنا مدام بيعتنا في ترابنا اسمعني كي نقول لك مدام انا بعت لك ترابك بيعتنا في ترابنا من كثر ما تعمل في العرك لامك من كثر ما تهجم علينا في الليل نربط الكلب قدام الباب انا وحدي نعيش وحدي قسما بالليل راسي راس امي بعد بابا اخواتي كلها هجوا من مشاكل يعني انا في المشاكل واو عندي الشهيد هم خالاتي ولاد خالاتي وكلهم يشهدوا عليك ويعرفوك عام هذاك هججنا من غير ما نشعر من كثر العرك والمشاكل والسب الضوء يقصوا علي في الليل باش ما نشوف شيء راسي راس امي بعد بابا يا ريتو بابا يا ريتو حي شكون اللي قص عليك الضوء؟ من وين قص عليك الضوء؟ هذاك يا سي علاء قسما بالله تحمل مسؤوليتك نهار تمات بابا شوي نهار تمات بابا يشي في اللحم تحت الحيط هو وخوه ضايق تو مهددني بالقتل يحرش فيه قالوا نعطيك الفلوس وقتل لو نرتاحوا من هذيك الشوكه في حلقي قسما بالله يا سي علاء وراس وليدي يلا ما نروح يا سي علاء هذاك شتتنا علاش نحن ما نستدعيش وكل وكان جابير نستدعوه علاه ما نستدعوا الناس هو لا زعما هذا كل عليه لا السعوديه ما صدعت الارض والتراب وشفت على روح عليه الحقد هذا كل عليه اي هنا زعلي في مشكله معاك الحقد يا مدام توا اذا كان هي ما استدعتكش قسما بالله مدام خد تكلم شويه صبر تو هي كي ما استدعتكش في العرس قول هي متعاركه معك اختها اللي تعيش في السعوديه هاي ما استدعتكش يا مدام خد تكلم هاي الاخرى ما استدعتكش في العرس ما هو ما استنى عاد قالوا له ما تجيبوش لحظه يضحك علينا من بعد احكي مع بعضكم الزوز فضوها ايوه هاني قاعد غدا
انا قداش من مره اللي يجي يخطب واحده من اخواتك تهججوا، ما تحبش تعمر على اخواتك وما تحبش تعمر على امك وباباك. اسكون عذبت امك وعذبت باباك وضربتهم وعملت فيهم ما يتعملش. بايك مش راضي عليك نهار اللي مات، مات على ايدينا ولا ايد نجيب، وقال لك مشني راضي عليك في الليل سلت وقال لي مشني راضي علي لا اول عميت. باهي كلمك انا هذا وتشوي في اللحم تحت الحيط بايك ميت نحن وانت تلوش في المدبي اللي يقرا في القران تقول له يا خالي برا امشي خذ منها الفلوس خان خالص المدبي. ثم واحد يعمل في باباه هكا ميت، هذا ميت زعم انت ما تموتش مش عيش 100 سنه انت مش تولي شكون انت؟ انت شكون انت؟ انت شكون؟ جاوبني نا انت شكون؟ مش تعيش قرن يجيك نهار وتموت كما مات باباك. يا ولد اش مطلوب مني انا توا؟ اش مطلوب مني هاي؟ نقول لك حاجه برا ربي ان شاء الله يغفر لك تمشي تطلب السماح من امك، واذا امك ما سمحتكش تعيش عمرك تعب، وناكد لك انها تعيش تعب مع عائلتك تعيش تعب ومش متهني، هاك انت تو متهني تسخي روحك في دارك ماكش متهني، على خاطر امك ما هياش راضيه عليك. عيرت امك خليه يتكلم جاوب. عيرت امك بالرجاء. لازم نتكلم اخويا. ها يما مدام نجيبه. نعم سي علاء. خليه يجاوب. امك ولا كلمه، كي يجاوب ولا كلمه ما خصش عليك، الراجل كان في كنف الاحترام والادب معك، يسمعك؟ ومن بعد يتكلم، تفضل. خممتيش حاجة خالتك مريم وولدها وأخواتك البنويت وطاهر وعماد وكل اللي مهم لك وزوج قدام عليك كان يقول كلام هذا صحيح؟ ريتي نهب نفهمك هاو قدام الرجال، أنا نعطيك قطار وطاه في زربة بلاش من عندي يعني. إذا يطلع كلام هذا صحيح. نقول لك حاجة. ريتي كي تكلمي في الكلام هذا الناس فرج بيك سي على بيدريس. لا يتفرجوا فيها على خاطر. هاي مش جيبوا قصة كبيرة توا. لا اسمعني تنجم ترشيهم كل واحد تعطيه 50,000. وتقول لهم كي تجيب قسما بالله تفحص 60 حزب تعطيهم كل واحد 50,000 تقول له اسمع ريت ما تجيش معايا هاي 100 كل واحد 100 على خاطر انت لاباس عليك صاب 250 مليون كما قال ولد خالتك قال لي صاب 250 ابعدوا عليه راكم ما تنجموش راهو نتاع فلوس انت ما عندكمش دخل كبير 250 ولا حتى مليار اش دخلك انت يا سيدي خليتي بايك انت ولا ما خليتيش تحبي عندي اسمعني اسمعني انا مش جاي بك اسمعني مش نستعطف فيك ولا جاي باش ناخذ منك الحمد لله يا ربي نحمدك يا رب نحمدك ونشكرك يا رب امه وباي راضين عليا بالدنيا بالدنيا امه وبابا راضين عليا بالدنيا امك محتاجه انا ماشي جايبتك باش نشهر بيك راه حط حاجه في مخ مانيش جايب الشهر بيك ولا باش نتهم فيك ولا حاجه امك علاش تحيلت عليها وطيشتها في الليل وتعاير في راجلي انت راجلي تعرفه انت حتى تو كان حطه قدام الجمهور ما تعرفه نجيبه نعم سي علاء انا باش نتكلم انا وياه تو راني ساكته سي علاء نقطة الضعف الوحيدة ونقطة النقطة السوداء في هذه الكل البقي كل نجم نتناقش فيه مع عشرة اخوان مش متفاهمين انت لبس عليك اكثر منهم لو نادي غير حق كذا وان شاء الله عندك حتى 500 مليون وربي يزيد واضح واضح حاجة برك قوم بواجبك مع امك امي تحب تطلعها لي دور رهبية تفضل لا 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 لهنا لهنا هنا قصة بشوي نكلم كلمة ايه لازم خويا نعملوا موعد ونجيبوا صحفية تطلع معايا الفرنك اللي تاخذه امي تعطيه لخويا الصغير اللي ضرب الدار قول له الدار تكتبت بساميكم على الاول ولا اللي في بورك الساحه لا لا انت ماكش باش تعطيها عشرات الملايين انت باش ماكلها ومشربها وملبسها مدام نحكي انا وياه ماكلها ومشربها وملبسها سي علاء الحب والصدق والقسم والرحمن وراسك انت وراس جمعك اللي هنا ما تحرش امي نهارات برك نهارات كانت عندي في الدار عيلتي هنا قول لها عندك في الدار كانت عندي في الدار قداش ما قلتليش يا انا كنت عندي في الدار امي يا سي علاء مو على خاطر لا سيرون سهزها 12 يوم بالوقت يا سي علاء هاي بنت اختي يا سي علاء سؤالي لي علاش ما قلتليش امك كانت بحذاه الجواز ما ينجمش يكون على خاطر لا سيرونس مرتين كانت بحذاه هز اخوه بالقوه على لا سيرونس يا سي علاء اسمع بالله سيرونس 17 سنه ما ريتوش يا سي علاء سي علاء شنو هي التوكيل اللي عملته باش تاخذ فلوس لاسيرونس انا ما عنديش توكيل المحاميه اي لحظه مدام المحاميه في القروان تتصل بها اخويا ايوه عملت لها توكيل باش تاخذ لها حق توكيل شنو؟ توكيل على الحكم نتاعها نتاع الحد المرور في التوكيل فماشي تنصيص ما يومك ما تقدرش وما تنجمش تمشي تصحح وكذا فماشي تنصيص انه الفلوس اللي باش تقبضهم ترجعهم لميمتك نهاري هذاك هنا سجل عليا تو ايوه سجل عليا تو كان ناخذ من الليم اي كان ناخذ من الليم هو المسؤول على كل شيء راني نقول وقتها قلت تقول انا كلام فيك راني نقول منه شكل ونجيب نجيبه استنى استنى ونجيب نجيبه اول حاجه ونقول راك كليت فلوس امك ايوه ما خذيتش جايله عندها محاميه نتاعها ايوه هي تتصرف معها واضح ثم حاجه اخرى باش نقولها لك سي علاء
نحب نخرج الصحفية كيفاش نزيبة أختي. انسى الصحفية، انساها الصحفية. باهي ننساها. قبيلة وأنت تحكي لي على الصحفية. خلينا نحكي لك، لا ما باش نثبتوا الحق. يا ولدي ما فهم. نثبتوا الحق. احنا لهنا مش باش نثبتوا حق. احنا لهنا عاركة بين زوج أخوة. يبدو لي. أنا شايف على... بزرتي ست عيال صاحبي بنويتي ذرية أنا إيش عندي؟ ما عندي شيء والله. أيوة. احنا لهنا. مانيش باش نلوجوا لا على حقوق ولا على الورثة شكون يصحح. احنا زوز اخوة متعاركين وام الضرة. نحبوا زوز اخوة كان فما مجال للصلح يتصالحوا ونتلهاو بامنا اكهو. خل نكمل لك الموضوع. اي لا سمعتني ولا سمعتك؟ سمعتك انا. اي وفاهمك. تفضل. انت في بالك بحاجة انا قبليك سي سي علي معناتها كلمت عن احبابنا واصحابنا كلمتهم باش يدبروا عام كامل كوش ولدها راجل قدامي. اي ماشي بارك الله فيك سعاد عيشيش نكمل. لا لا هذاك واجب كيف واجب يرحم والديك. ايش نقول هذاك واجب وما عملتش وما عملت. اما انت اولى بفعل الخير راهو في امك مش واجب. انا واجب. انا امك تو نربح منها خير. اما انت راك ما تربحش منها عاد انت قو 10 ولا 11 جبتهم تبارك الله ما تنجمش سعاد حتى 50 دينار كل شهر ولا خفه سعاد. ثم مصداقيه في الكلام مش نشنتي نرضى بصبر. قل لي ثم ناس تفرج فيا انا. اي خذوا الحي ممكن يجي لي دار نتاعك تليفون ويقول لك عمك علي ذاك كذاب. اي هكا والله. ايش تحب تقول؟ كي جيت اول مره مش المره هذه هزيت امي رجعت امي روحت بها اول مره ومن بعد هزيتها لاختي الاخرى لصفاقس من زربه رجعها لصفاقس ومن صفاقس رجعها البرد السهل نتاعي. نكمل لك الضربه ساعه خلينا نكلمك ساعه باه. جيت لامي قلت لها انت كيفاش عملتي حادث مرور؟ بدت تحكي لي قالت لي هذه قالت انا عندي توكيل على امي. انت عندك هي قالت عندي. هي قالت عندي توكيل عندي شهود انا. مش كيفاش ما عادش تحكي لي لا على التوكيل ولا على الورثه تو الموضوع اصبحت انا مشيت طلعت عند المنفذ الهدية بامي قالت لي برا امشي تنحى التوكيل بعثت لها عند المنفذ ب 90 دينار الهدية بس تنحى التوكيل غير صالح معها هي ونمشي نعملها محامي. توكيل ها علاش امك عملتها؟ عرفت الام مسكينه 88 سنه لعبه بين الاولاد كل واحد يدور هاك في باليش بها اش بيك ما قلتليش انا جيبه اللي امك عملت لك توكيل عملت لك توكيل وقدام ولد مريم قلت لي عندي تليفون كلمه ورثه ورثه طرف واحد نلعب بها يا رسول الله. هي تحب تاخذ الفلوس تحب تاخذهم هي بس تبني بهم دار رجلها فوالا دخلت فيها الرجال ونسى وانا كخذيتها كيفاش ما عندوش حتى علاقه راجلي كان فيك هم ما تجبدش راجلي جمله. انا اللي يهمني في العمليه زينه من المشاكل وزينه من العلاقه. نكمل لك القصه نتاعي. لا لا اسمعني انا بس انت عندك مشكله مع اختك هذه ولا ما عندك؟ عندي ما عندكش عندها جي 10 سنين ولا 12 سنه ما ريتهاش. عندك 10 سنين عندي 10 12 سنه ما ريتهاش. امي كلمتني الطفله قالت لي رايت بكوسه اختها هي تسكن بحذاها في البراكه قالت لي رايت تفكر فيها بالقزاز جيت هزيت امي. ما فماش حد يوكل امي هزيت هذه هي تقود هذه على البال هزيتها روحت بها لزربه قعدت فيها في زربه. باهي اسمع قالت لي تو تهزني لبنتي في صباخس نخدم الخرده نتاعي ونوصلها لصباخس من صباخس رجعها لزربه من زربه قالت خمسه مرات يا سي علاء في ال 200 دينار ب 1000 دينار وانت تعرف من زربه لا لا امي 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 اسمعني يعني. ما تحسبش معك انا اللي يهم ايه؟ تحبش تتصالح مع اختك انت انا نتصالح معها قالت لي كذاب راجل تقول لي كذاب انت يا كنت عايله يا رحم بيك تو زي بنتي تقول لي كذاب هذا توجعني خاطري تو هذا كلام يا سي علاء راك به يا نجيبه جيت تقول لي كذاب نفصلوا الكذبه ساعه لحظه ساعه نكملها لك هلا هاك النهار نجي عندي بنتي في نابل لعبي البكوسة اختها هي صندوق خضرة فيه 30 كيلو بكوشة. اختي بكوشة اختي هذه تو هذا يا اخوك الكبير ما سمع فيها في الكلام هذا اخوك الكبير ايش انا تصالحوا الليله ولموا الشمل نتاعي انا ما عنديش مشكله معاه هو يا سي علاء ما عندكش مشكله هو يا سي علاء ما عنديش مشكله معاه هو ما انا مع شكون ايش نقول لك سي علاء مع شكون المشكله هو علاش يعمل في يوم وكاكا ويطيشها عليا وقالت لي بامك نهار اللي باش تاخذ لاسيرونس اول واحد مش يشد لك وجهك هو انا باه هو ما حط في باله اللي نامش ناخذ في فلوس امه باه هاو قدام الناس الكل وقدام الشعب وقدام الناس الكل تتفرج قدام الناس الكل تتفرج اذا انا نطلع ناخذ في فلوس امه نقول انا من غدو باه يعطيك الصحه سي علاء يعطيك الصحه وانت يا سي علاء وانت تتدخل تشوف شكون الظالم والمظلوم لا وهو بيدو اسمعني سي علاء تجب تسمعني وهو بيدو قال كان انا ناخذ فلوس امي
انا غدوه نقول هذا اللي ميسيون. ما انا جايين هنا لهذا الليفل. جايين جايين. اخي ماني متحايل على الوطيان. يعطيني خلينا نسمع انا كيفاش تحايلت على الوطيان. انت بشويه عادي. نضرب وطيان ولا ما تحايلتش على الوطيان. امورك واضحه. انا بس بعد 10 سنين ما توحشتش اختك؟ شكون؟ تفز تقول لي كذاب. شكون لبسها تبش يا صغير انا بس. سؤالي سؤالي. لبسك ولا ما لبستكش؟ كسيتك ولا ما كسيتكش؟ حرام عليك. جابك بالكرتون المكرون والطماطم. اسمعني اسمعني. انت تو اسمك اختك. حرام عليك. اختي. انا اخويا انا بنتي عندها زوج صغار وبنتي الاخرى هاي بثنية وولدي عنده زوج صغار حتى نكفي اولادي زواج انا يعني مره بحال انا بس هم تسعه جيتوني كان انا يعني تسعه يعني انت الكبير انت تسعه انا في 65 سنه تونا مش نزل عليهم انا نحن ما كناش ما نسمعش حتى العشي صغاري لسا نخدم في البيران شو بداية سيارة الحمد لله يا ربي ما نسمعش أمك علاش اسمعني اسمعني شنو تهيلت عليك بيك تقول لي تهيلت عليك اسمعني يا علي يا علي اللي ما يرضاش عليه والدي ما كنت تقول يا سيدي توليت عليك لا نحيتها تعرف علاش نحيتها قلت تقول يا سيدي كنت صغيرة كنت دغفة كنت دغفة كنت صغيرة اسمعني تعرف علاش ما عادش نقولوها سيدي على خاطر وريتنا نجوم في القايلة على خاطر عامل في والديك على خاطر عامل في اخواتك على خاطر شردت اخواتك كي يتعارك مراهي وراجلها ما تترجعهمش اختك في السعوديه متشرده درت من غاديك سمعت بفلوسها اسمعني اسمع كي سمعت بفلوس اختك اسمعني كي سمعت بص راني كل شيء مسجل انا راني مش نجيب فيه من راسي راه ومش انا الوحيده اللي مش نتكلم هما ممكن ما يوصلوش الصوت مادام انا ما سالتكش على الحكايه ذي استنى انا مش اجاك مشكلتي امي يعني اجاك بحذي اجاك بحذي مشكلتي امي يا انا جيب يقف وما تتكلمش انا عاش نتكلم يا سعد اقفز دالي نقول لك باش امك مشت لنسيبها بتونس في تونس عندي اخرى عندي اخرى في تونس هنا باش تقف ولا مش تقف يا دالي اقف اقف ستار جبار يا سعد خليني انت اي دالي خلينا من حكايه الكل اعوذ بالله من الشيطان انت بتوعها شفتك ولا ظهر الحق ما دام تنجم تسكت شنو الحق كان ثم حق نعطيك تو يا ولدي دقيقه هي تقول ظهر الحق شنو الحق لحظه توحشت اختك يا زدالي لا لا ما حسيتش بها مدى الحياة اللي قاعد نسمع فيها انا توا ها توا يجيك الخيرات كله ده تسق كله ما منه حتى شيء انا مش شنتي نرضى بصبعي والوليد نرضى بصبعي انا كنت من عمران لا عام 70 انا خليني من عمران لا تجي تقول لي كذاب وخليت وطانا وحيلت علينا وخذيت السيرة وصار خذيت السيرة سؤالي ليك يا زدالي شرتنا 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 ما حنكليش انا ما نحبش العرك يزي من العرك يزي من العركش والله مدام هاي تفضلي بحذايا انت وامك ويزو بحذايا مرحبا بك ها مرحبا بهم الكل ها مرحبا بهم نسكنهم ونوكلهم ونشربهم به يسلم راجلي اسمعني يسلم راجلي مدام لحظة مدام لا بابا قال لك ايش يا بحذايا اش بيه قالها تو يا سعد خليني اكمل الجملة قال لك ايش انت وامك ويجا بحذانا نضيفكم ومرحبا بكم لحظة جوابك شنو؟ ايش نقول لك؟ لا جوابك شنو؟ تسمعني جوابك شنو؟ انا ما عنديش علاش نمشي مدام جوابك شنو؟ انا ما نمشيش ليه تعرف اوكي سولي لي كيف هذا الستار نعم ام لا؟ قلنا برضه تعرفهاش خو خو قلنا تعرفهاش هاي لا هاي تعرفهاش السؤال مدام هذا برضه ما تعرفهاش التليفون من رجلين احنا من رجلين نتكلم فيها التليفون امورنا ورا يرحم والديك يا سي عايشك يرحم ابيك يا سي علاء مدام شكرا لك مرحبا انا الناس تجيني لهنا باش تتصالح مش باش تفضح وتعمل عار تفضل مدام مرحبا بك تفضل مشاهده طيبه الجميع